بكم مجددا نحكيه على مسألة فقدان الأدوية من عدمها داخل الصيدليات. سعيدة باستقبال بشير يرمانيا الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية. أهلا وسهلا بك. مرحبا. شكرا وبارك الله فيك. مرحبا بك. قبل ما نبدأ في النقاش تقرير الزادي الزادي. تتفاقم أزمة فقدان الأدوية في تونس يوما بعد يوم، لترتفع معها المخاوف من انعكاسها على الوضع الصحي للمرضى. عدد الأدوية المفقودة ازداد من 200 نوع إلى 532 دواء مفقود، ومن بينها المواد مواد حياتية على غرار مادة الأنسولين. الصيادلة يأكدوا أن إشكاليات منظومة التغطية الصحية فاقمت أزمة نقص الأدوية، حيث تتحصل الصيدليات على كميات دواء أقل مما تطلبه. من جهة أخرى، أدت الأزمة المالية الحادة التي تواجهها الصيدلية المركزية إلى نقص في التزود ببعض الأدوية المستوردة، ومس النقص في التزود أساساً الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة كالسكري وعدد من الأمراض الخبيثة والمستعصية. وفي الوقت اللي حذرت فيه الهياكل النقابية التابعة للصيادلة من عزوف التوانسة عن استخدام الأدوية الجنيسة، فإنه لم يتم كذلك تزويد الصيدليات باللقاحات المضادة للنزلة الموسمية، يرافقوا ضعف كبير في التسجيل لاقتناء اللقاحات من قبل المواطنين. وللتذكير، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا خلال لقاء أمس بوزيرة التجارة فضيل الرابحي إلى ضرورة التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، مشيرا إلى أن كل من يحتكر مواد غذائية أو أدوية أو حديد أو أي بضاعة أخرى ويضعها في المخازن سيطبق عليه القانون. بشير اليرماني رئيس المدير العام للصيدلية المركزية، خلينا نبدأ ساعة بمسألة اللقاحات المضادة للنزلة الموسمية. قداش تم توريد الكميات اللي تم توريدها؟ هل هي كافية لتغطية جميع الحاجيات؟ والأسوام، الناس تسأل على الأسعار اللي قاعدة تباع بها. بالنسبة للتلقيح المضاد للنزلة الموسمية، الكميات باش تكون في حدود 300,000 بالنسبة للسنة. وبالنسبة للتلقيح هذا، الخصوصية متاعو الأخصائيين يعرفوا اللي السنة الفارطة استعملنا تلقيح يسميه تريفالان، تضاف له عنصر جديد يتسمى كوادريفالان، ثم شروط عالمية في استعمال التلقيح هذا، شريناه السنة. وبالطبع معناها السعر نتاعو باش يكون ارفع نسبيا من السعر نتاع نسبيا بالقداس. شوف، هو طلب عروض دولي تساهم فيه المؤسسات، ما فماش تدخل للصيدليه المركزيه ولا لاي طرف اخر في تحديد السعر. باش نقاربوا الفكره للساده المشاهدين، في السنه الفارطه وقت اللي صار شويه الفترة اللي ما جاش فيها التلقيح في أكتوبر ونوفمبر 2020، كان ثمه معناها طلب كبير على التلقيح متاع النزلة الموسمية، واضطرينا أنه أخذينا كل إمكانية متاع توفير اللقاح هذايا. جبنا في جزء معين التلقيح هذايا الكوادريفالان، واللي السعر متاعه تقريبا ماهوش بعيد على السعر متاع السنة، يعني منتظر هو باش يطلع السوق متاعه، ما فماش تدخل. 54,000 54 دينار نايف جسومة، هو هذيك هي نتيجة طلب العروض. كي تحكي على عائلة فيها حش عينيك خمسة من الناس باش تروح الحكاية. هذا المعمول به بالنسبة للنزلة الموسمية. والفارق الفني في التلقيح، فما فارق مهم، وهذا الشروط معناها دولية اعتمدناها، واخذينا الكميات اللي تتناسب مع الحاجيات نتاعنا. نحكيه على مسألة فقدان الأدوية الحياتية. اختلفت الأرقام بين أكثر من 500. منذ قليل كان معنا نوف العميرة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يتحدث على ما يقارب 300 أو أكثر بقليل. هوني خلينا نفهموا الصيدلية المركزية كيفاش تتابع في فقدان الأدوية هذية، وأدوية ساعات حياتية تشهد نقص كبير، وهل عندنا أدوية جنيسة الأدوية المفقودة؟ فعلا هو على مستوى الرقم 500 معناها الدواء هذا نفسه يلزمه يصير فيه تدقيق وتثبت، لكن مش هذا هو الاشكال. النقص قداش انتم عندكم من الرقم اللي عندكم؟ على كل حال باش نعطيك المعطيات الكل، هو مجرد بدايه في النقاش. الصيدليه المركزيه اختصاصها هي استيراد الادويه وتوفير الادويه الوطنيه في اطار طلبات العروض للمستشفيات.
يعني احنا اليوم في يلزم يتوفر في السوق الوطنيه الادويه اللي نوفروها من خلال الاستيراد. بالنسبه لبقيه الادويه اللي تنجم تكون مفقوده، ثم جانب اخر من الادويه توفر المصنعين بصفه مباشره للصيدليات، وهذا زاد هو يلزم تصير فيه متابعه، وثم مرصد وطني يصير على مستوى وزاره الصحه ويتابع النقص هذا. معناها في كل الحالات صيدليه مركزيه اليوم هي مسؤوله على النقص الحاصل على مستوى الادويه المستورده والادويه الوطنيه اللي موجوده في المستشفيات. بالنسبه للادويه المستورده، ثم ادويه معناها الصيدليه المركزيه تشتغل على اساس منشور يقول اللي الادويه تقريبا لازم ديما فما مخزون نتاع 3 اشهر. اذا كان ننزلوا على مخزون 3 اشهر، معناها الدواء هذاك يتسمى فيه نقص وتصير فيه اضطرابات، خاصه وقت اللي يبدا الدواء هذاك مطلوب بصفه استثنائيه. في السنوات الاخرى وهذوما خاصه سنه 2020 و2021 في الاضطراب الحاصل على مستوى السوق العالميه في توفر المواد الأولية، في ارتفاع بعض الأسعار، ثم كيف كيف بعض الأدوية اللي المخابر تسحبها تبقى فيها إشكالية تعويضها، يبقى الطبيب يعمل البريسكريبسيون متاحة إلى حين يقع التعويض متاحة. لكن ثم أدوية وعدد كبير منهم عن ثم أدوية جنيسة تعوضها ويقع الاعتماد عليها باش تتعطاها للمريض. به نفتح المجال لأسئلتكم، وعندي بعض أسئلة أخرى نرجع لها. تفضل. ربي بشير كان معنا بكري بالهاتف مع ملاك وعلى البلاتو مسؤول نقابة صياد الخواص. يقول اللي موضوع متاع الأنسولين اللي خايض عليه الدنيا، معناها تحط عليه برشا ناس وبرشا نقص وبرشا عائلات، معناها واحد على ستة في تونس مرضى بالأنسولين مرضى بالسكر وما ما ما لقاوش الأنسولين. يقول هو لا لا ما فماش مشكل، راهو عندكم احساس ما فماش مشكل. شنو هو الاحساس؟ قال لك الستوك موجودين، اما فما اشكاليه نتاع التوزيع. شنو هي الحكايه؟ شوف، الصيدليه المركزيه مسؤوليتها اليوم واحد من اهم الادويه اللي هي مسؤول عليهم الانسولين. ايه هذاك علاش توفرهم بالكميات المطلوبه، وهذا اللي موجودين نحن فيه. وصار اخر توزيع حتى على مستوى المزودين بالجمله نهار 19 نوفمبر، واللي هما تخصلهم الصيدليه المركزيه يوم للتوزيع نتاع الدواء هذايا بالذات، واللي هو زاد دواء فيه الدعم والدوله للمواطن التونسي، الدعم عن طريق الصيدليه المركزيه. الصيدليه توفروا بالكميات المطلوبه، توفروا للمزودين، هذوما المزودين بالجمله اللي هم في مرحله اخرى يوزعوه للصيدليات. يعني دور الصيدليه الاساسي توفير الدواء، توزيعه على المزودين بالجملة بالنسب المتناسبة مع العمل المتاحهم مع الصيدلية، وهذا المعمول به. الإشكالية في التوزيع معناها ممكن ينجي من تبهلها الصيدلي أكثر من اللي ينتبهلها الصيدلية المركزية، وهذوما مواضيع تتثار من حين لآخر في المرصد متاع الوطني للأدوية. رئيس الدولة لو جبد على الأدوية، أنا الحقيقة تفاجأت، لكن كل يوم سمعنا وتو زيد نسمعك انت نفهم اللي معناها كلام عنده مبني على حاجه. شوف، موضوع الادويه موضوع مهم. الناس اللي تقريبا بعض الاحيان ما همش في صميم المهنه ينجموا يتفاجئوا ببعض المعطيات. انا باش نعطيك معلومه، الصيدليه المركزيه السنويه تقريبا في سنه 2019 الدعم اللي توفره الصيدليه المركزيه في الادويه قيمته 250 مليون دينار. في سنة 2020 قيمته 200 مليون دينار. معنا عندنا أدوية اليوم في تونس تتباع في تونس سعرها أقل من اللي تتباع به في البلدان متاعهم، وقد يكون في بلدان الجوار بالنسبة لنا. بمفعول الدعم. بمفعول الدعم. هذا اللي فائدة المواطن التونسي. معناها أنت أدوية أجنبية. أدوية أجنبية. إي علاش الدعم اللي نعطوه الأدوية الأجنبية، وهنا أنت أثرت مشكل كبير. ما يتوجهش للمخابر التونسية، لأنه أنت وقت تجي الدواء جاي من برا من مخبر أجنبي وتعطيه الدعم في حدود 60%، بطبيعة الحال حتى كان تعطي أنت لعمام المصنع التونسي ما نجمش يصنعوا، لأنه ما عادش كومبيتيتيف وقت يخرج للسوق. يعني دواء أجنبي يتمتع ب 60% دعم دولة، والتونسي المصنع الوطني اللي يحب يصنع الجينيريك متاعه معناها تحطهم في منافسة غير معناها متوازنة بالكل. وهذه مشكلة ربما تتجاوز فارماسي سنترال ونتوجه بها لوزارة الصحة في اعتقاد
القادي هناك عش دبابير كبير وكبير جدا تتحكم فيه المخابر الأجنبية، لأنه لي زونجو فينانسي على درجة رهيبة من الأهمية ومن تضارب المصالح. ووقفنا على بعضها في قضية مقتل 14 رضيع كانت تفكروا، وقضية تضارب المصالح اللي اكتشفناها وقت هذا موضوع مفروض رئيس الدولة يشرف عليه شخصيا لأنه تداعياته على صحة المواطن التونسي. نرجع للمرصد سيد الرئيس المدير العام، وكما قلنا المرصد الوطني لمراقبة الأدوية، هذا المرصد خرجت فيه السيدة سونيا بشيخ وقت شدت وزارة الصحة، خرجت منه اللجنة. اللجنة هذه كانت تجتمع تقريبا مرة في الشهر وتضم معناها من عمادة الأطباء من الصيادلة من 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 وديما يتحدثوا شنو الدوار من قبلي باش ينقص الشهر هذايا. علاش؟ باش الطبيب وقت اللي يعمل بريسكريبسيون تاع دواء يبدا يعرف اش ثم في الفارماسي واش ما ثماش ويحط للمريض شنو متوفر. هذا بعد ما خرجت الوزيره بطبيعه الحال اندثرت اللجنه وما عادتش تجتمع بالكل، واحنا هذيك بلادنا اللي يجي يقول لك تبدا معايا تونس من الصفر. حاب نسالك سيد رئيس المدير العام، المخابر العالميه قداش تسال فارماسي سنترال؟ المعلومة اللي عندي تقول الحدود 2021 أو 2021 نحكي ولا 754 مليار، والنقابة نتاع المخابر الأجنبية اللي موجودة في تونس 20% تقريبا منها قطعت علاقتها بالفارماسي سنترال وقالت لها ما عادش نزودك، 20% متقلقين نقصوا من الكمية تاع التزويد لأنهم ما همش خالصين، وهذاك علاش الدواء نقص. توا اللي كان يتكلم رئيس نقابة الصيادلة، ما نصوب لك انت يا عدنان، ما قالش راهو الدواء متوفر، قال لأنه شوية تنجم تمشي الفارماسي تلقاه وتنجم تمشي العشرة فارماسيات وما تلقاش. يعني سيد رئيس المدير العام قال فما ستوك وفما مشكلة نتاع لا 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 قال راهو ندرة الأدوية هذه تلقاها في فارماسي وفي خمسة فارماسيات أخرى ما تلقاش. على الأنسولين فقط خلي جاوبنا حبك جاوبنا على الأرقام هذه وعلاقتكم اليوم بالمخابر الأجنبية، وإحنا نعرف فارماسي سنترال كيف المؤسسات الوطنية كل تعيش في صعوبات مادية كبيرة وكبيرة جدا. مثلا فارماسي سنترال يظل في حدود 1200 مليار معناها نفوتوا ل 1500 عاجز مالي تفوت. لا مش 1200 مليار عاجز، احنا اليوم عندنا اشكاليه في الديون. اي تبغى يعني احنا كيما يحبوا منا المخابر الاجنبيه في مبلغ نتاع بين 650 مليون دينار و700 مليون دينار، لانه المبلغ يتغير باعتباره كونه فما عمليات نتاع خلاص تصير كل شهر. شنو هو المخابر العالميه اللي قصت علينا الدواء مثلا؟ هو من غير ذكر اسماء، اولا الرقم ماهوش 20%، ثم مخابر اليوم نظرا للمبلغ اللي يولي هو مهم يولي يتعامل معاك بنسق الخلاص، لانه اليوم على مستوى الصيدليه المركزيه كل شهر عندها مدخيل ثابته قاره تقريبا في معدل معين تقوم به بالخلاص. يعني الصيدليه الحاجه اللي لازم تفهمها الناس، مش كل شهر ما عندهاش فلوس، الصيدليه عندها مدخيلها كل شهر تمول بهم وتمول بهم الخلاص كل شهر. وقتاش يصير الاشكال؟ احنا على مستوى الصيدليه مرتبين المزودين الأجانب على أساس أنهم يخلصوا كل شهر، ساعات وقت المبلغ اللي باش نخلصوه في شهر معين يتجاوز الإمكانيات متاعنا يخلق لنا قلق ويعمل تأخير بشهر ولا باثنين للخلاص تاع المزود الأجنبي. معناها ثم عدد كبير منهم ولا يتبع أكثر في الوضعية ولا يتقلق من تأخير في الـ في الـ في الخلاص. احنا ثم اخبار مفادها انه التأخير هذا يوصل الى اكثر من 14 شهر، صحيح ولا هذا حقيقه؟ ماناش نخبيو فيها، هذا معلومه ومعلومه مهمه. راهو الوضع هذايا للناس باش تعرفوا وضع قديم، وبدا في 2015 الصيدليه المركزيه الدين نتاعها بدا في 2015 بتقريبا 100 مليون دينار للمخابر. قبل 2015 ما كانش ثم ديون، في 2015 بدا ب 100 مليون دينار، ما صارتش الحلول الضروريه في انه الازمه نتاع الصناديق الاجتماعيه ولا الازمه نتاع المستشفيات يصير حمايه الصيدليه المركزيه باش ما تتعداش الازمه نتاعهم للصيدليه. اليوم هذا وضع طبيعي، نتيجه طبيعيه، ورغم ذلك الدولة حاولت في سنة 2020 الدعم إمكانيات الصيدلية المركزية كيف السنة، ثم مجهود في القانون
المالية التكميلي لدعم الإمكانيات الصيدلية المركزية عن طريق خلاص المستشفيات باش نخفوا من الضغط نتاع الديون هذه اللي هو تراكم بسبب أزمة حادة على مستوى الصناديق الاجتماعية. ما تنجمش تقص الدواء على مستشفى، تو شفت انت فارماسي سنترال هي تبدا تسال سبيتار، سبيتار ما يخلصش ويطلب الدواء وانت ما تنجمش اخلاقيا وانسانيا. هو الدور نتاع الصيدلية المركزية لو يتقرا في المنطق الطبيعي في تواصل الخدمة العمومية سواء للمستشفى ولا للمواطن، ثم مجهود كبير وفما نتيجة استثنائية رغم الإمكانيات اللي هي موجودة فيها. ضرورة ضخ الإمكانيات هذه حاجة مهمة. أنت قد ما تضخ إمكانيات وكنت تتكلم على 14 شهر متعلق 14 ولا 12 شهر ولا 10 شهر في التأخير، متعلق هو زادة بالإمكانيات متاع الخلاص الشهرية. المعلومة اللي لازم الناس يعرفوها أنهم المخابر الأجنبية رغم هما زادة يستحقوا باش نشكروه، لأنه تحب ولا تكره وهما دي بارتنير تعاونوا مع تونس لليوم مازالوا يتعاونوا، العديد منهم مازال ما حرك حتى ساكن رغم الديون اللي عنده، البعض منهم عنده ظروفه هذه ظروف موضوعيه معناها طبيعي. حتى تونس تتعاون فيهم برشا برشا. وقت اللي انت باش تعطي ترخيص صنع دواء جنيس العمام يلزمك تستنى 4 سنين تفهم الحظوة والامتياز اللي متحصل عليه المخابر الأجنبية هذية واللي بطبيعة الحال هذا كله بثوابه. أمانة زادة حبيت نسألك على الأدوية وقت تبدأ ثم دعم، وهنا نحكو على 60% مش شوية، كل ما ثم مواد مدعومة كل ما ثم تهريب. اليوم في تونس نحكو فما برش حقائق صادمة على تهريب الأدوية إلى القطر الليبي الشقيق أو إلى الجزائر، والملفات موجودة وعديد حتى الأشخاص ومؤسسات الصيدلية مورطة في الملف هذه وهذه موجود في القضاء. هو على كل حال الظاهرة ماهيش جديدة بالنسبة لتونس. صحيح هنا وكل حاجة نجبدوها ظاهرة عادية عومناها. ما قلتش عادية، لا ما سمحت. أعطينا الفارماسي سنترال نحكوا على مشكلة متعلقة، هذا مش تهريب حكة طماطم ولا باكو حليب، هذا هربت لي دواء ما نلقاش ونتوفى. اليوم أنت تحكي على أنسولين ونحكوا على دواء الكلاوي ونحكوا على دواء السرطان. سمعني سي لطفي من فضلك، انا ما عاومتش الموضوع، ما بسطتوش. هي خاطر قلت لي عادي وفي كل المؤسسات و... لا ما تقولش عادي، انا ما قلتش عادي. سامحني انا تحمست مال اكثر من الناس. ما يستحقش عادي. انا قلت لك، انا قلت لك الموضوع لانه حبيت نعطيك امثله. قلت لك راهو صحيح، حبيت نعطيك امثله. ثم دي لابوراتوار ساعات يوجه لك مكتوب يقول لك راني انا في البلاصه الفلانيه في البلاد الفلانيه الدواء نتاعي ريتو يتباع، لكن انا ما بعتوش في البلاد هذيك. ثم حتى مخبر موجود تونسي يقول لك الدواء نتاعي مشى للبلاصه الفلانيه لكن انا ما عنديش فيه ممثلين وما بعثتوش. يعني اليوم الظاهره هذه طبيعيه في اي شكل. هي وقت اللي انت تولي الدعم نتاعك بالقيمه الماليه اللي كنت نذكر فيها، وكما نحكي لك اليوم على انسولين اللي الدعم في السنه يوصل ل 31 مليون دينار فيه، يعني اليوم السعر نتاعه حتى تقريبا مش نعطيك، راني ديما دي موين باش ما نتحاسبش على البريسيزيون. وقت اللي انت تشري دواء ب 9000 وتبيعه ب 4.5، معناها انت اليوم عملت دعم للمواطن التونسي، لكن من بعد هالوضعيه هذه اش تنجم تعطي؟ هي وضعيه فيها استعداد طبيعي باش ينجم يكون فيها دواء ما يكونش موجود في تونس ولا يكون في بلاصه اخرى. سي بشير مرحبا. تفضل. انا على حد علمي انت سيادتك كنت رئيس مدير عام لكنام. وي. السؤال الاول شنو عملت كيف كنت انت رئيس مدير العام لكنام باش تسدد الديون نتاع المستشفيات ونتاع الصيدليه المركزيه؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني على خلفيه تضارب المصالح، انت تعرف واحنا نعرفوا انه تم منع التعامل ما بين الصيدليه المركزيه وما بين النواب او ما بين الشركات الخاصه للادويه اللي هي على ذمه نواب، فيما كان يعرف وتندروا بها حتى التوانسة برشا، فيما يعرف بكتله الدواء في البرلمان المجمده اعماله. النواب هذوما لا زالوا على ذمة البرلمان قانونيا، لأنه هم فقط أعمالهم واختصاصاتهم مجمدة ومعلقة، وهك تشوف حتى التذمر متاعهم في علاقة بوضعياتهم الصحية والاجتماعية والمهنية إلى غير ذلك، وحتى استقالاتهم معناها شكلية ولا معنى قانوني لها. هل من علاقة بين فقدان الأدوية وهذه الشركات الخاصة كما كنت تحكي اللي هي على ذمة نواب؟ شكرا. باش نرجع لك للسؤال المتعلق بالكنام. انا كما ذكرت لك بكري
الأزمة نتاع الصيدلية المركزية بدأت في 2015، استفحلت في سنة 2016 مع بداية الأزمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو في تاريخ 2016 تخلف بدفع 660 مليون دينار للصندوق الوطني للتأمين على المرض. صندوق الوطني للتأمين على المرض من بين المؤسسات اللي تخلف في أنه يدفع لها الأموال متاعها هي الصيدلية المركزية. رجعت الصندوق الوطني للتأمين على المرض في 2017 بعد ما خرج القانون اللي خلى المساهمات نتاع القطاع العمومي تتعدى مباشرة للصندوق الوطني للتأمين على المرض. توفرت عنده إمكانيات معينة اللي هي فيك الوقت هذاك أول شهر لمت فيه الكنام قرابة 54 مليون دينار، واللي اليوم تطورت حسب الإضافات في الشهري وارتفع تقريبا 80-90 مليون دينار في الشهر، اللي هو خلى بين 2017 وحتى التوى ثم استقرار في التحويلات الشهرية اللي يقوم بها صندوق الوطني للتأمين على المرض للصيدلية المركزية. تقريبا نحن اليوم الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعمل تحويلات بقيمة 30 مليون دينار في الشهر. فقط نقرأ لك مساج جوفيان دو ريسوفوار جي ليكيفالون دو لانسولين ديبوزي دوبوي 2 ans et je n'ai pas encore la même الرخصة الشهيرة. Pourtant, commercialisé en Europe et en USA. Et on a promis d'absorber la compensation et ça sera moins cher que le. On ne dit pas la fameuse marque commercialisée dans les pharmacies. Dans ce secteur, il y a un grand خنار لأنه اللعب بالمليارات المخابر الأجنبية ذي اللي هي تقريبا كما قلنا تتمتع بالستين في المئة دعم الدولة التونسية ويحرم منها المصنع التونسي، لأنه اللوبيات هذه عملت يدين وساقين ولات تتحكم في القرارات الإدارية. مازال عندنا شعب يحكي على وينه الملح وينه البترول، ها والبترول وقت تبدأ عندك مصانع تونس تنجم تصنع أدوية بالقيمة هذه وتتبيع أرخص يلقى روحه مهان في بلاده، لأنه بوبرطلة مازال متحكم في البلاد ومازال مسيطر معنا على كل مواردها بما فيها موارد الدعم. يلا نخليه يوصل يجاوب على سؤالي. بالنسبه لكتله مانيش نحكي على كتله الدواء، ما نحكي لك على مؤسسه وهذا من واجب القانوني يعني اذا كان اي اذا كان ثم تضارب مصالح ما تنجمش تتعامل معها الصيدليه المركزيه باعتبار كونها مؤسسه عموميه. وصار المنع في سنه 2021 وعندنا طلب عروض جديد اللي هو توا زاد موجود منشور معناها في باش تتنبق فيه نفس الشروط حسب الاستشارات القانونيه اللي تعاملت. بالنسبه لل هل من علاقه بين نعم. فقدان الادويه والشركات الخاصه هذه؟ هذا هو الادويه اللي موجهه من المؤسسه هذه هي ادويه معناها موجهه للقطاع الاستشفائي، وفعلا شهدت صعوبه سنه 2021 في الادويه اللي توفرهم المؤسسه هذه. حاولنا نعوض البعض منهم اللي هما موجودين في منتجين اخرين توانسه ينتجوا نفس المواد، والحاجات اللي هما مش متوفرين عند توانسه عملنا فيهم الاستشارات وخذيناهم من عند جهات اخرى. إيه لانه لكن مش معقول سي بشير نخرق القانون ونعيشوا تحت رحمه شخص او شخصين بعينهم، لا ما خرقناش يلزم نشوفوا بدائل. هو سمحنا بالنسبه لصيدلية لانه هناك فما ناس اليوم يتحدثوا على استقالات من البرلمان لنفي مساله تضارب المصالح باش يرجعوا في الكورسه، وقت اللي هي الاستقالات نتاعهم هذه لا معنى قانوني لها. احنا انت فهمني اكيد سامحني خويا، احنا طبقنا القانون وقت الناس ما تحكيش على الموضوع، طبقناه فيما كتبنا بكل مع ضمائرنا، طبقنا القانون وعملنا الاستشارات القانونيه الكل، واليوم كيف باش تطبقوا القانون؟ معناها احنا اليوم اذا كان ثم اشكال قانوني الاشكال القانوني موجود نطبقوه. يعني رغم انه حبيت نكون نزيه وصريح معك، زملائنا في المستشفيات لقاو صعوبات، لانك اليوم ثم بكري يحكي هو على كفاءة التوانسة، فعلا فما كفاءة، فما ادوية يوصل يعطيك بال 130 بال 140 برودوي. بش الزاخرة بالكفاءات سي بشير، فما شوية نختم سؤال عبد الله. انا مش حاب نرجع للكلام اللي قاله لطفي خاطر مهم جدا وسؤال مباشر. يا اخي توا الادويه الجنيسه يجي المصنع التونسي باش يعمل دواء جنيس ان جينيريك، مش يكفي انه طاح دون الدومين بيبليك يعمل جينيريك؟ يا اخي الدوله تقلقوا في هذا وتعطلوا في
الموضوع هذا شنو معناه طاح في الدومين بيبليك؟ وقتاش الدواء تنجم تعمل انجينيريك منه اون بو لو كوبي كونت تومب دون لو دومين بيبليك كونت اون مارك دو ميديكامون تومب دون لو دومين بيبليك يعني يتعدى عليها العشر سنين نتاعها تولي وقتها يلزم نورمالمون هذا شو يقول القانون هذا هو لكن صحيح. عندك قوى ولوبيات تمنع الشيء هذا وتكبل المصنع التونسي باربع سنين وشوف ياخذ بعد الاربع سنين والا ما ياخذش وهذاك علاش رئيس الدوله قلنا له كان تحب فعلا تجيب الفلوس ابدا حل الملفات هذه نختم مع ضيفي انت اذا باش نقولوا فلوس راهي فما فلوس هنا بالله شنو اخبار الصفات الصفات في ظروف صعيبه رجع تخدم ورجع تنتج في اللي هي مثلا من بين الاشكاليات نتاع النقص متسبب فيها الصفات لان عندها صعوبات في الانتاج واضح شكرا رغم انها عندها دي انتاج مهم وتتعاقد مع الصيدليه لكن ثم صعوبات في الانتاج وثم توجه للاصلاح نتاعها يقولوا انه في القادم باش نشهدوا اكثر غياب للادويه صراحه السيد الرئيس المدير العام مش خوف التوانسه لكن بالارقام يقولوا انه ربما ما فماش فلوس انت تعرف على كل حال احنا السنه الفارطه بدعم في نهاية سنة 2020 قاع استقرار بكري حبيت نكمل الفكرة أن المخابر الأجنبية يعرفوا للعالم كله في أزمة يعرفوا لميدان الدواء فيه اضطرابات يحبك تستقر معاه في خلاص شهري معين إذا كان يتوفر الدعم بالشكل اللي يخليك تستقر معاه قادر تعاود تحافظ على الثقة هذيك ويدعم لك المخزون هو في روحه عنده سوق عنده علاقات ما يحبش يخسرهم يحب يبيع رئيس الدولة قال لك أنا باش نمشوا التقشف ونعملوا أرواحنا اتلفتوا للمخابر التونسية يا ولادي هذيك ليه هو روى أنه شوفوا لهم حل نحو التعقيد الإداري هذا أي نعرف هذه يتجاوزك أما نستغل فرصة وجودك باش نوصلوا بالنسبة للصيدلية راهي تتعامل معهم ودايور عندنا بيلدوفر انترناسيونال وبيلدوفر ناسيونال يعني في الأخر المزود الوطني ديما هو اللي يخدم معنا وتعاملوا معاه وصحيح فما أسعار أقل وقريب بحذاك ويوفر لك وما عندكش صعوبات هذه كله موجود ما نش نكرينه معناه بالعكس راهو تونس الصناعة الوطنية مفخرة عليش لأنك أنت اليوم أكثر من 50% من الأدوية توفرهم الصناعة الوطنية ونصدروا ونصدروا وعنا تصدير عنده قيمة وعنده مستوى في بلدان أخرى معناها في الأخرة هذا مطلوب وإن شاء الله نواصلوا فيه إن شاء الله شكرا لك بشير ريماني رئيس مدير العام للصيدلية المركزية لطفي عدنان رياض شكرا لكم يعطيكم الصحة أنتم على حسن المتابعة غدوة المواعيد جدد في غوني بونوف على قناة 9 صباح الخير نسيكم على رحاب